أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد. قال الناطق الرسمي باسم التيار الشعبي محسن النابتي في تدوينة مقتضبة نشرها على حسابه بفيسبوك إنه في حال إذا ما قررت فرنسا وأمريكا وأي دولة أخرى التدخل بالقوة ضد تونس ستجدون الإخوان ومرتزقة الربيع العربي بعضهم قادم فوق ظهور دباباتها وبعضهم يستقبلون جنودها بالأحضان مثل ما حصل في العراق وليبيا وفق نص التدوينة. ندعوكم لترك تفاعلاتكم وتعليقاتكم وإلى اللقاء.